مؤخرا كلنا بقينا بنسمع جملة أنا فريلانسر، يعني كتير قوي، وجملة لا 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 أنا ما بحبش حد يتحكم فيا، أنا أحب أكون أنا مدير نفسي أو مديرة نفسي. صحيح حلو أنك تكوني فريلانسر وأنك أنت اللي بتسوقي شغلك بنفسك، بس أكيد يعني أكيد فيها مخاطر، وأكيد أكيد أكيد فيها عدم استقرار، ممكن تخلي الواحد شوية يتردد على أنه هو ياخد الخطوة دي إلا لو مضطر. طيب لو فكرنا أننا نبقى فريلانسر، إيه الخطوات اللي إحنا لازم نعملها؟ إيه المجالات اللي أقدر أشتغل فيها وأكون ناجح فيها كمان؟ إزاي ممكن نسوق لشغلنا؟ أو أبسط حاجة نكتب سي في بطريقة صح. وعلى فكرة ناس كتير بتبقى محتارة تكتب السي في إزاي، هو ده اللي هنعرفه النهاردة من ضيفتنا صانعة المحتوى رحمة علي. إزيك يا رحمة؟ الحمد لله. إزاي حضرتك؟ أنت فريلانسر؟ بالظبط. طب عرفيني عن نفسك، وانت بتعرفيني عن نفسك هفهم منك يعني ايه فريلانسر. تمام اوكي. هو انا رحمه، خريجه اعلام، شغلي كله الاساسي هو فريلانس. الفريلانس هو مصدر دخلي الوحيد. انا اول ما خلصت كليه اشتغلت بعد سنتين كده تقريبا، بدات رحله الفريلانس من قبل حتى ما اعرف ان اللي انا بعمله ده اسمه فريلانس، كان حتى الموضوع مش منتشر ساعتها. كنت بعمل اديت لتقارير بتتنشر على بعض المواقع. اوكي. بعد كده اديت صحفي؟ بالظبط. مش اديت فيديو يعني؟ لا لا. أوكي. اديت صحفي. بعد كده الموضوع بدأت أدخل بقى على المواقع اللي بيبقى فيها أصلا شغل الفريلانس، الجروبس بتبقى على الفيسبوك، أما حد بيبقى طالب إن حد يشتغل شغل ما بيتطلبش إن أنا أروح مكان العمل. والموضوع بقى يمشي شوية بشوية. اللي هي بتبقى بالنسبة لك على الأقل عشان بس الصورة تكمل في مخي. أوكي. بالنسبة لك بتبقى اللي هي الصحف الإلكترونية؟ بالظبط. ولا والمواقع دي جوه مصر ولا بره مصر ولا إيه؟ أوكي. هو في الأول كانت جوه مصر، بعد كده أما أنا يعني بدأت بقى أبني خبرة مكاني شوية. بالظبط. اشتغلت مع مواقع كتيرة يعني خليجية، دلوقتي أنا شغالة مثلا مع مواقع في بريطانيا في أوروبا. اشتغلت قبل كده مع كلاينت كان ألماني. فموضوع الفريلانس يعني خلاني الصراحة أني من خلال البيت ومعايا اللابتوب والإنترنت بس أقدر أن أنا أتواصل مع أي حد واشتغل مع أي حد وبعدد مصادر دخلي. ده شيء جميل. هل الموضوع ده خلاكي تبصي على موضوع الفريلانسر لأي حد من أي زاوية؟ يعني مش بس من الزاوية الصحفية أو الزاوية الإعلامية. أنت خريجة إعلام. بالظبط. لكن تقدري تفتحي لنا سكك تانية كمان نبدأ نبص على موضوع الفريلانسر بالنسبة لها ممكن تبقى في مجالات إيه؟ طبعا. هو فكرة الفريلانس إن الشغل اللي أنا أقدر أشتغله من أي مكان لا يتطلب وجودي في الشركة. فأي شغل الواحد يقدر يشتغله بعيدا عن الشركة هو يعتبر أنه فريلانس. ويقدر يعمله فريلانس. فمثلا ممكن ترجمة، ممكن كافة شغل الماركتينج مثلا، ديجيتال ماركتينج بأشكاله كلها. ممكن مثلا شغل زي التصميم، البرمجة، الويب ديزاينر. دلوقتي في على فكرة شركات بتكون متطلبة مثلا كاستمر سيرفيس او شغل السيلز بيبقى من فريلانس من البيت. بالظبط. فالموضوع لا مش مكتفي طبعا بالمجال الاعلامي او الصحافه يعني. حتى انا اصلا شغلي دلوقتي بقى اكتره ديجيتال ماركتنج وماركتنج، بمسك صفحات للسوشيال ميديا. الحاجات دي كمان ما بتتطلبش شهاده معينه، انت بتبقى صح. يعني خبرات بسيطه وتقدري تبداي في الموضوع على طول. ده حقيقي. طيب دلوقتي بيقولي انك انت هتقولي لنا النهارده اسرار. اسرار ازاي؟ ايه المنصات اللي تتطلب اعمال زي دي انك انت تبقي فريلانسر وتفتح للستات افاق؟ انا بتكلم على الستات لان هم اللي بيبقوا عاده. صح. في مراحل كتير من عمرهم بيبقوا محتاجين يبقوا في البيت. بالزبط. اللي متجوزه جديد، اللي بتخلف، اللي بترضع، اللي عندها ظروف ما تقدرش تسيب ولادها لحد. فايه المنصات دي اللي ممكن هي اللي تنده لنا وتعرض علينا كمان؟ بالظبط. اوكي. هي المنصات مختلفه، يعني في منصات عالميه زي مثلا حاجه زي ابورك وفايفر. في منصات دول مصريه. معلش مش بسرعه كده يعني. دول بيبقى مجال الشغل فيهم متطلب ايه؟ يعني ايه المفروض يبقى عندي مهارات او شهادات؟ او انا لا. لازم يبقى عامله ازاي؟ ما فيش اي شهاده، هي الفكره ان انت تكوني مهاره. هي مثلا منصه زي فايفر انت بتدخلي تعملي البروفايل بتاعك وبتعرضي انت تقدري تعملي ايه
مقابل ايه؟ يعني انا مثلا اقدر ادير صفحة على الفيسبوك بمقابل مثلا $100 اوكي وبعمل البوست ده. اي حد بقى، المنصة عالمية، فاي حد. يعني انا قبل كده اشتغلت مع واحد كان قاعد في البرازيل، بيشوف البوست هو خلاص تمام، انا شايف ان السعر مناسب ليا وشايف ان رحمة تمام ممكن تقدري تنشره، وبيشوف الاكسبيرينس بقى بتاعتك بالزبط. او خبراتك فيها ايه بالظبط، وبنبدأ نتواصل مع بعض. بس هي مشكلة المنصات دي ان هي بتبقى المنافسة عليها شديدة جدا، ولازم تكوني يعني في خبرة شوية في الموضوع، او عشان الكلاينت يثق فيكي تكون في سابقة اعمال للشغل للشخص ده. بالظبط. سابقة الاعمال دي بقى بتخلقيها من السوق المحلي طبعا، يعني من صفحات الفيسبوك اللي بتمسكيها في بلدك ايا كانت البلد، بتبقى بالزبط. محلية الاول. يعني علشان كده انا بشوف لو حد لسه في انتري ليفل او يعني ليفل لسه مبتدئ، يعني يبتدي الاول بالمنصات المصرية او الشغل اللي بيبقى فعلا منتشر على مثلا الفيس، لو حد محتاج حاجة بسيطة او كده يبني لنفسه خبرة الاول، وبعدين يقدر ينطلق في المنصات دي. طيب ايه رايكم نشوف كده مع بعض انفوجراف وهنعلق عليه وهنعلق على الارقام اللي موجوده فيه، بحيث نعرف اكتر عن المحتوى الرقمي. نشوف كده. الانفوجراف اللي شفناه ده بيقول لنا ازاي نعمل سي في محترف. احنا عرفنا الاول من ضيفتنا النهارده رحمه علي الحاجات اللي بيتطلبها او المهارات اللي ممكن تبقى موجوده عند اللي عايز يشتغل فريلانسر على منصات مختلفه. طيب اللي احنا شفناه بقى انت اعملي لي ليه، يعني اجمعيه لي في نقط ازاي اعمل سي في وتكون السي في بتاعتي تبين مدى احترافيتي. تمام اوكي. هو احنا ممكن نتكلم عن السي في في شقين، يعني يكون لو حد لسه فريش جراديويت او حد يكون عنده اكسبيرينس، لان الموضوع بيبقى شويه تشالنج اللي انا لسه مخلصه مش عارفه اعمل ايه او ما عنديش حاجه اكتبها في السي في. فهو ادام انت فريش جراديويت هما مش مطالب منك اصلا ان انت تكتب حاجه عظيمه، كل اللي انت هتكتبه مثلا الاكتيفيتيز اللي انت عملتها في الجامعه، لو انت كنت مثلا نشاط طلابي معين، لو انت عملت نشاط تطوعي معين برضو في الجامعه، الحاجات دي بتفرق قوي، بتبين انت شخص يعني عندك طموح وتقدر هتفيد الشركه بعد كده. ده بالنسبه مثلا للفريش جراديويت. لا وغير كده كمان دلوقتي الانترنشيب اللي بتبقى موجوده بالزبط. في الجامعات المختلفه يعني ما فيش حد بيتخرج الا لما بيكون عمل تدريب مره مرتين ثلاثه حسب الاختصاص بتاعه او حسب دراسته هي ايه. بالظبط. اما بالنسبه للحد بقى لو عنده اكسبيرينس، انا دايما شايفه ان موضوع السي في علشان يعني تجذب العميل بتاعك انك تكتب اللي انت حققته، مش مجرد انا يعني مثلا كنت شغال في شركه كذا وكنت بعمل كذا. لا انت مثلا لو كنت شغال في شركه اقول انا ساهمت ان المبيعات تزيد بالشكل المعين، انا ساهمت ان عدد الفولورز على الصفحه كانت بالشكل ده. ده بيدل ان انت هتاد فاليو للشركه اللي انت بتقدم فيها. الحاجه الثانيه في السي في طبعا زي ما التقرير قال، موضوع الاخطاء الاملائيه ده بيفرق جامد طبعا. جدا. مش معقوله هعاير او هعين حد بالزبط. او هوظف حد الشغل حتى لو فريلانسر بيعرفش يكتب عربي او اللغه اللي انا عايزاه فيها. بالظبط. الحاجه الثانيه برضو المهمه اللي هو ترتيب الحاجه يكون من الاحدث للاقدم، ومش لازم طبعا ان انت تكتب كل حاجه. السي في عامه يعني يا ريت ما يزيدش عن صفحتين، تكتب بس الحاجات اللي انت شايف ان انت براود ان انت عملتها يعني. وبرضو موضوع السكيلز يكون مثلا على جنب كده، تكتب المهارات، بتكلم لغات، بعمل تايبنج كذا يعني. بالظبط. اي حاجه
تكون يعني ليها علاقه بالاندستري اللي انت بتقدم فيها. اوكي. انك انت تحطي السي في بتاعتك مثلا على لينكد ان، على دلوقتي بقتش لوحدها يعني، بقى في منصات كتير بالظبط للتشغيل، والناس تتعرف على المهارات بتاعت اللي هم عايزين يوظفوه. بالظبط. ايه اهميه ان انا ابقى مطلع على كل المنصات دي، وان انا ادخل واكتب المعلومات بتاعتي على كل المنصات دي؟ الصراحه ان هو مهم جدا يعني، لان مش كل الشركات بتنزل الشغل بتاعها في كل المنصات. فانت مثلا، انا شايفه مثلا المنصه الاهم بالنسبه لي هي لينكد ان. اوكي. بعديها ممكن مثلا منصات مصريه زي وظف مثلا. فانت مهم جدا ان انت فعلا تبني السي في بتاعك، وتكون اكتف كده، واخد بالك من الشغل اللي بينزل في كذا مكان، لان ده طبعا هيزود نسبه فرص انك تتقبل في حاجه معينه يعني. طيب دلوقتي الستات اللي بتتفرج علينا ممكن يقولوا ايه، طب ما بس خلي بالك بقى، الفريلانسر دي واحده شغلها مش اكيد، مفيش مرتب اخر الشهر داخل. يعني نوع من انواع عدم الاستقرار. صح. ايه نوع من انواع عدم الاستقرار اللي بتقابليه في شغلك؟ هل ده حقيقي ان ما فيهوش استقرار؟ ده حقيقي كان في الاول، بس انا دلوقتي لا، الحمد لله انا دايما معايا شغل، ودايما معايا اكتر من كلاينت. يعني ممكن مثلا في شهر ابقى شغاله على 10 بروجكتات في نفس الوقت. ده نتج عن ايه بقى؟ ان انا مثلا ببني يعني لونج تيرم ريليشن مع العميل، مش مجرد ان انا هو يخلص البروجكت لا خلاص. لا، انا ببقى دايما كده بكلمه، بقول له ان انا مثلا اقدر اعمل لك كذا، ادخل مثلا على الويب سايت واقول له انت على فكره الويب سايت ده انا ممكن اعدل لك عليه في كذا. فالواحد كل ما بقى اكتف كده، والعميل حاسس ان انت قلبك متابعة. لا، ومتابعه شغله بالظبط، هو اللي هيحب طبعا يتعامل معاك. فانا العملاء بتوعي يعني ممكن مثلا بقى لي مع عميل اكتر من 4 سنين، وهو معتمد عليا بشكل كامل، بس انا فريلانس. بس هي رحمه المسؤوله عندنا في الجزئيه دي. الحاجه الثانيه ان تمام ماشي، ممكن شغل فريلانس مش مستقر، بس الفلوس اللي ممكن تعملها من خلال الفريلانس ممكن يعني تكفيك فتره احسن بكتير من شغل الفول تايم يعني. وانا شايفه ده عن تجربه فعلا. فاللي هو مثلا الفول تايم نسبه الزياده بتبقى نسبه معينه، هو سنويه او كل كذا سنه بالظبط. بس الفريلانس انت اللي بتحدد سعر السيرفيسز بتاعتك، انت اللي ممكن مثلا مع تغير سعر العمله، مع زياده الاسعار، ممكن انت تعلي السعر بتاعك ما فيهاش اي مشكله. والعميل مش هو هتستنى ابروفل من حد يعني. بالظبط. لان انت مدير نفسك يعني. طيب هل ده نقدر نقول عليه ان هو يعني برضو بيعتمد على حاجات معينه في الشخصيه؟ العقل الغني، العقل الفقير، عارفه دايما يقولوا لنا ايه بقانون الجذب. صح. انا داخله حاجه وعارفه ان انا لا انا راشقه، انا هنجح، عارفه ازاي؟ اللي هو ايه غصب عن الدنيا كلها هنجح. وفي ناس تقول لك لا ده مش مستقر، لا ده انا حاسه نفسي مش هنفع فيه. لا، انا في شكوك. صح. كلميني عن العقل الغني، مش بتكلم على الشخص الغني والشخص الفقير، العقل الغني والعقل الفقير. صح، تمام. هو انا شايفه فعلا الفريلانس مش ينفعش لكل الكاركترز يعني. في الفريلانس ممكن يكون مناسب اكتر لشخص اولا عنده مهاره تنظيم الوقت، ان هو فعلا عنده مدى التزام، ان انا خلاص الشغل ده هخلصه في الديدلاين معين، عندي كوميتمنت اللي انا والله لو ورايا ايه لازم اخلصه. هيخلص. لان انت ما حدش بيقول لك قوم اشتغل، ما حدش هيقول لك انك لازم دلوقتي تشتغل، انت اللي بتدير وقتك كله. الحاجه الثانيه يعني بالنسبه لموضوع العقليه دي، فعلا في ناس مثلا لو اول ما اتخرجت بتدور على فكره الفلوس بس، انا عايز اقبض. لا، هو الموضوع الفريلانس في الاول هيبقى تشالنجنج جدا، وهتلاقي مثلا مش عارف تجيب عملاء، ده طبيعي جدا. انك هتقعد فتره انك مثلا بتقبل بفلوس قليله، بس مع الوقت ان انت تكون حاطط بلان اللي انا لا دي مرحله مؤقته، لا انا هفضل اتطور من نفسي، ده مهم قوي ان انا طول الوقت لازم ازود على مهاراتي، لازم اشوف السوق بقى عايز ايه وتغيراته. حاجه مثلا في الكونتنت زي موضوع الذكاء الاصطناعي، لازم اكون مطوره من نفسي ازاي استخدم الادوات دي. فكل ما الواحد بقى مطلع اكتر على اللي حواليه، طبعا ده بيكون بيزود مصدر دخل. بمناسبه الذكاء الاصطناعي او الاي اي، يس، هل ده ممكن يقضي على الفريلانس بالنسبه للناس؟ يعني انت كرحمه، هل شغلك مهدد بالذكاء الاصطناعي؟ انا كرحمه لا. ليه؟ لان انا كرحمه الاسلوب اللي انا بشتغل بيه
يعني لغايه حالا الاي اي ما يقدرش يعمله. بس هو طبعا هدد هيتطور بالظبط. بس اللي انا شايفاه ان يعني لو الشغل ابداعي يعني لغايه حالا مش هيقدر ياخد مكاني، مش هيقدر يكتب بالطريقه اللي انا بكتب بيها. هو في الاول وفي الاخر ان الاي اي بيطلع لنا شويه انبوت بناء برضو قصدي اوتبوت بناء على الانبوت. فانت لو كنت مدخل هيطلع لكم اجابه بناء على السؤال بالظبط، هيطلع لكم المعلومه بناء عن اسلوب البحث بالزبط. مش هتبقى لا معلومه ابتكاريه ولا هتبقى معلومه تحل محل تفكيرك بالزبط. خالص فلو انت اصلا لغايه دلوقتي لو انت اصلا مدخل حاجه مدخل اصلا يعني طريقه السؤال غلط، او انت مش عارف اصلا انت او الزاويه اللي انت عايز تدخلي بيها لاي موضوع غلط ف يعني هيطلع في الاخر النتيجه مش كويس. الحاجه الثانيه كمان ان خلي بالك ان اللي بيطلع لك ده بيطلع لمليون حد غيرك. فلازم طبعا انك تكون عارف ازاي هتعدل على الشغل اللي طالع لك، ازاي تستخدم بس الايدياز ان انت تطور منها وهكذا. طيب دلوقتي بقى يا رحمه لو قلت لك تعالي خلاص انت سيبك بقى من الفريلانس اللي بتعمليه في البيت وتعالي اشتغلي في الشركه الفلانيه وهديكي مرتب كذا، تعالي نقيم رحمه هترد ازاي وهيبقى ايه تفكيرك مع او ضد؟ اوكي، هو الصراحه انا بتحط في الموقف ده كتير جدا، وناس كتيره بتكون عرض عليا ممكن مثلا فيما يوازي المرتب اللي انا باخده في البيت، بس في الاغلب انا مش مرتب في البيت. اوكي، انت بتاخدي نظير خدمه، يعني بتاخدي اجر نظير خدمه قمتي بيها بس بالظبط. لو ما قمتيش بيها مش تاخدي. صح. انا برفض تماما. بترفضي؟ بالرغم من ان ده ممكن دخل ممكن يجي لك كل شهر ثابت. لا، برفض برضو، لان انا عارفه ان انا يعني اما انا ببقى مستقله بنفسي انا هعرف انظم وقتي بشكل هيجيب لي اضعاف المرتب اللي انا هقدر اخده من اضعاف. طبعا. هل ده يعني يمثل كل الناس؟ لا طبعا. بس في نفس الوقت انا يعني شايفه ان الشغل ادام ينفع اشتغله من البيت الا يخليني انزل بالظبط. طيب سؤال تاني بقى. اوكي، يعني انا خلاص عرفت انك هترفضي. نمره 2، ايه المستقبل بتاع شغلك؟ أوكي. يعني دايما الواحد بيقول ايه، انا هشتغل في شركه الفلانيه اصل هترقى، اصل هبقى مدير، اصل هبقى كذا، المهام بتاعتي هتكبر. التطور في الفريلانس بيبقى ازاي؟ وانت بقى كرحمه ايه اللي شايفاه لقدام؟ ممكن تعملي ايه؟ اوكي، ان الواحد مثلا يعني انا دلوقتي كل ما عدد الكلاينت بيكبر بجيب ناس تحتي. فبناء عليهم برضه بالظبط. يعني مش تفتحي مكتب؟ لا لا لا، مش هتقولي لحد يجي ولا هتلتزمي بمواعيد شغل؟ لا حد برضه انا عارفه ان هو بنفس المايند سيت بتاعتي دي، ان هو شغال من البيت وعارف ان موضوع الديدلاين ده مهم وهيسلم لي الحاجه بنفس الكواليتي اللي انا عايزاه، فبهندل له الشغل. اوكي، فمع الوقت المشكله بناء عليه انا هقدر اجيب كلاينت لانهم واثقين فيا وعارفين شغلي، فاجيب ناس من تحتيه، وحتى بعد كده يبقى عندي الشركه اللي انا بتاعتي وبرده تبقى اونلاين بالظبط، وبرده كلها فريلانسرز بالزبط. يعني حتى اللي بيشتغلوا معاكي برده يبقوا فريلانسرز. تمام. طب نقول بقى الختام بالعكس. اوكي، ما تبقاش فريلانسر لو انت فيك كذا وكذا وكذا، ما تقربش ناحيه الفريلانس. اوكي، لو انت شخص يعني عايز حد فوق دماغك مثلا، ما بتشتغلش الا بالزن بالظبط. لو انت مش هتبقى قد كلمتك مثلا في حته تسليم الشغل، لو انت يعني اجريسيف كده شويه الصراحه، يعني الاتيتيود بتاعك اجريسيف ما تنفعش، ما عندكش صبر وليونه في مش ليونه سوري مرونه. صح. بالظبط. لازم يبقى فيه طبعا ما عندك كوميونيكيشن سكيلز، لازم تبقى عارف مثلا مهارات التفاوض، الحاجات دي انا اتعلمتها ورحت درستها عشان اعرف مثلا ان انا اتفاوض قيمه للسيرفيس بتاعتي افضل. اعمل ايه لو الكلاينت قال لي لا انا شايف الفلوس دي كتيره؟ فكل ده طبعا لازم الواحد يتعلميه. بالظبط طبعا. وبتاخدي كورسات اونلاين برضو؟ ايه بالظبط. كل حاجه اونلاين عند رحمه. رحمه مبسوطه قوي ان انا قابلتك النهارده، بتفتحي كده افاق وطرق وافكار لستات كتير على فكره، ورجاله كمان، في رجاله كتير دلوقتي بيشتغلوا اونلاين من البيت او بيشتغلوا فريلانسرز. فيعني نتمنى التوفيق لكل حد بيفكر في موضوع الفريلانس، وبشكر طبعا ضيفتي رحمه علي، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك. ميرسي يا استاذه. طيب هنخرج فاصل، بعد الفاصل بقى نشوف الإبداع. فإذا تين
بجائزة الدولة التشجيعية في مجال السرد القصصي والروائي. هنتعرف على رحلتهم في عالم الكتابة والروايات، كل ده هنعرفه منهم بعد الفاصل، خليكم معانا.